تاعنا تو دي بون كيفاش كل واحد كيفاش نبيعوا له كاين يدي لا لا كونتيتي كاين يدي الديتاي سردين راهو غالي باسكو راهو ناقص راهو ما كاش اسم الناس كامل على بالها بلي راهو ناقص يلحق 300 دينار 350 كي يحبط يحبط حتى ل 2000 ما عندوش تسمى حاجه اللي تحكموا في الطلعه ولا في الحفظ. وللحد من ارتفاع الأسعار وتفاديا لظاهرة الاحتكار سيتم إنشاء مسمكات تتماشى والمعايير المعمول بها دوليا في مجال تسويق الإنتاج السمكي، وتعد مسمكة ميناء زموري أنموذجا على ذلك وستفتح أبوابها خلال الأيام القليلة القادمة. إنشاء مسامك للبيع بالجملة على مستوى جميع خاصة الموانئ الكبرى ثم تعميمها لجميع الموانئ الصيد البحري على مستوى الوطن، وأيضا الدولة حاليا خلال مجالات التعاون مع بعض الدول منها كوريا الجنوبية وغيرها في إطار دائما أخذ الإمكانيات الحديثة لممارسة يعني اللي يمارسوها في إطار حملات الصيد وغيرها. إبرام الجزائر عقود شراكة وتعاون مع أكبر الدول المنتجة يساعد على اكتساب الخبرة والتجربة، وهما العاملان الأساسيان لإنعاش مردودية الإنتاج السمكي والحفاظ على هذا المنتوج الاقتصادي.